أولا تحية لهيبة بريس ومتابعي هيبة بريس. راني متواجد اليوم بمنزل بلال القيسي الله يرحمه، جيت نأدي واجب العزاء وجيت نأدي يعني الواجب نتاعي كجزائري، لأن قيسي بلال الله يرحمه قتل برصاص حرس الحدود للأسف الجزائري. هناك ضحية آخر جثة نتاعو الله يرحمه عند السلطات الجزائرية، وهناك معتقل ثالث أيضا موجود لدى السلطات الجزائرية. هذه جريمة كاملة الأركان وجريمة نكراء وفعل غير معزول، فعل ما كان ليكون لولا أوامر القيادة العليا لحرس الحدود التي تتحمل المسؤولية الكاملة لما جرى. وأعتقد أن هذا النظام أراد من خلال ما يحدث أن يبحث عن ردة فعل استفزاز المغرب، جر أو زرع الأحقاد بين الشعبين الجزائري المغربي. الجريمة هذه التي ارتكبت فيها خرق للقانون الدولي، لأنه لا يعقل أن يقوم حرس الحدود بداعي حراسة الحدود حدود الوطن باستهداف سياح أبرياء عزل لا يمتلكون سلاح، كانوا في جولة سياحية بالجيتسكي، رحت أنت تستعمل معهم الرصاص الحي. هذه جريمة وندد بها وغير مقبول السكوت عليها، وعلينا جميعا نحن كجزائريين أن نندد ونرفض ما وقع، لأن ما وقع فيه خطورة كبيرة على سكنة الحدود وعلى السياح وعلى مستقبل المنطقة التي لا يريد لها هذا النظام أن تكون منطقة مستقرة، أن تكون منطقة تعيش في سلام وفي طمأنينة. يعني الطريق يعني فيها استفزاز الطريق اللي انه باش يقصدوا. طب طبعا هذا استفزاز ما رده يعني جر المغرب الى ردة فعل يتم توظيفها من طرف هذا النظام في إطار يعني المغرب يعتدي على الجزائر، قربت حرب الرمال الذكرى 60 تاعها. هذا النظام يحوس أنه يخلق مشكل يعني لجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، لأنه فاشل على المستوى الداخلي، فاشل على المستوى الخارجي، يجر النكسات والهزمات على المستوى الدبلوماسي، فشل في ملف الصحراء المغربية، لم يستطع أن يقنع العالم بأسطوانته المشروخة، فشل مؤخرا في البريكس، وبالتالي خصو يلهي الشعب بما ينسيهم عن 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 الهزائم التي يحصدها هذا النظام. وشكون الضحية؟ الضحية هم الأبرياء قيسي بلال والضحايا اللي راهم عند السلطات الجزائرية. وبهذه المناسبة أنا نوجه نداء إلى السلطات كي يسلموا الجثة إلى عائلته، وكي يطلقوا صراحة المعتقل الثالث، يعني لعيب وعار، يعني بكل صراحة أن شباب تخطى بعض الأمطار ولا ما كانش عارف روحه أنه راه في المياه الإقليمية الجزائرية. وشكون اللي يفرق؟ أنا كنت شخصيا كنت نخرج تم في ذاك في البحر، ما تقدرش تعرف عيب ما يحدث. وهذه تبقى وصمة عار للأسف في جبين الدولة اللي راها مختطفة من طرف هذه العصابة، من طرف هذه الأشخاص الدمويين الذين لا يعطون وزن العلاقات بين الجزائر والمغرب والمستقبل المنطقة والمصلحة الشعبين الجزائري والمغربي. لكن هذا النظام ما دارش الخير في الشعب الجزائري، ما غاديش يدير الخير في المغاربة. ومرة أخرى يعني نعبر عن تضامني الكامل مع عائلات الضحايا ومع المغرب ملكا وحكومة وشعبا، ونتمنى أننا نتجاوز هذه المحنة وما ننجروش وراء الفخ نتاع هذا النظام الذي يريد زعزعة الاستقرار في المنطقة، اللي هو أصلا هذا الاستقرار راه هش. وبالتالي أنا كنت الأمس وجهت نداء إلى الأمم المتحدة من أجل التدخل، من أجل حماية ساكنة الحدود، من أجل حماية السياح في منطقة السعيدية من بطش هذا النظام الذي يمارس واحد السياسة عندها أبعاد خطيرة وخبيثة
يجب أن نقف ضدها، وشكرا لكم.